ضم إلينا سيد نور الدين ديب مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير سيدي. دعنا نتوقف يعني ونستثمر هذه الدقائق الباقية للحديث بداية عن التدابير التي سيتم اتخاذها لاستئناف النقل الطرقي. شكرا، بارك الله فيك، شكرا على هذه الفرصة اللي عطيتيني باش نقدم كل ما قامت به الوزارة في هذه المرحلة العصيبة، وكل ما كتقوم به الآن وستقوم به إن شاء الله مستقبلا لتجاوز هاد الأزمة هذه إن شاء الله بخير وبسلام. أولا كنبغي نذكر بمجرد ظهور أول حالة ديال كورونا بالمغرب في أوائل شهر مارس، اتخذت الوزارة عدة تدابير وقرارات اللي الحمد لله كانت صائبة، والدليل على ذلك أنه لم يتم تسجيل أي حالة تذكر في مجال يعني النقل الطرقي ولا المرافق اللي كتشرف عليها الوزارة. أولا قامت الوزارة اتخاذ واحد عدة تدابير اللي منها أولا سهلت بعدا قبل الإعلان على مرحلة الحجر الصحي، وبمجرد يعني الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية قامت الوزارة بتوفير وسائل النقل حتى تمكن خاصة العمال الالتحاق بعائلاتهم وبمقرات سكنهم، وكانت هذه العملية قامت في واحد ظرف وجيز جدا حيث تعطات لنا يومين أو ثلاثة أيام على ما أتذكر لنقل حوالي 40,000 عامل للالتحاق بعائلتهم. هذا العمل قمنا به بفضل التضامن ديال المهنيين. يعني هو مجهود معتبر أستاذ ديب. يعني الآن كيف سيتم استئناف النقل الطرقي؟ هل داخل الجهات المصنفة؟ نعم. في المنطقة الأولى أو حتى بين يعني قبل ما نقول لك التدابير اللي اتخذناها باش نستأنفوا لو بشكل سريع لأنه سيداهمنا الوقت. واخا بشكل سريع، اولا اتخذت الوزاره فيما يخص بعد المرافق اللي كتدبرها واللي كتشرف عليها سواء مصالح النقل الطرقي او مصالح او مراكز تسجيل السيارات او مراكز الفحص التقني او مدارس ديال تعليم السياقه، اتخذت بعض الاجراءات باش تعفي المرتفقين يجيو لهاد المرافق هادو وما ياخذوا حتى شي يعني حتى شي خطر، ما يكون حتى شي خطر عليهم. مدات في عده وثائق والاجال بالنسبه لهاد المرتفقين هادو. ثانيا من بعد مضطر للتجاوز يعني شوف أستاذي أنا مضطر للتجاوز هذه النقطة فقط يعني أجوبة مباشرة. نعم. لأنه لم يتبقى ربما سوى دقيقة. نعم. يعني متى سيتم مشروع في يعني نقل الطرقي يعني في استئناف نشاطه؟ هذا سؤال. هو النقل النقل الطرقي هو ما توقفش خاصة بالنسبة لنقل البضائع، ما نساوش بأن هذه المرحلة كاملة نقل البضائع سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي استأنف نشاطه بصفة يعني عادية جدا، إلا بعض يعني التدابير اللي اتخذناها مثلا كتحديد عدد يعني الراكبين في كل شاحنة ما يفوقش اثنين حتى لا يكون هذا النوع من النقل يعني سبب في انتشار الوباء. بالنسبة لنقل الأشخاص في يعني في المرحلتين الأولتين ديال الحجر الصحي تقريبا وقفنا جميع انواع النقل بما فيها نقل المسافرين، نقل سياحي، نقل المزدوج اللي هو في العالم القروي، هذو كاملين وقفناهم باستثناء نقل العمال المستخدمين حتى تتمكن المعامل والمصانع في استئناف نشاطها وحتى لا تتوقف الحركه الاقتصاديه بالبلاد. من بعد ان شاء الله ما دابا تعلن على تخفيف من الحجر الصحي، الوزارة اتخذت إجراءات حتى يعود نقل الأشخاص إلى نشاطه العادي، ولكن باحترام مبادئ اللي هي مهمة. أولا سلامة المواطنين والراكبين والمستخدمين في المقاولات أو
في المحطة الطرقية أولا، هذا المبدأ الأول. ثانيا التدرج حتى لا نرتكب أخطاء نندم عليها، وحتى نكتسب يعني ثقة الراكب مستقبلا. ثالثا إشراك جميع المتدخلين، حيث أن عملية النقل راه فيها المحطة الطرقية اللي كتشرف عليها الجامعات المحلية أو مقاولات خاصة، فيها الراكب، فيها النقيل، فيها مستخدم النقيل ومستخدم. نعم، مضطر لمقاطعتك أستاذ نور الدين ديب. نعم. مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء على هذه المشاركة، وعذرا لأننا لم نتمكن من الاتصال بك ويعني استغلالك للإجابة على مجموعة من التساؤلات.